بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بالكوليسترول الاجتماعي. ناس حتسأل شو هو هيدا؟ كيف يعني في عنا كوليسترول اجتماعي؟ طبعا كلكم تعرفوا بجسم الإنسان في كوليسترول الجيد والكوليسترول السيء، وطبعا الكبد بيحتار بيفرز هيدا ولا بيفرز هيدا، وشو البالانس وشو التوازن. ولكن حقيقة الأمر إنه ما نأكل، أي هناك عوامل خارجية هي اللي بتأثر على الكوليسترول. طبعا في عوامل ذاتية وبيولوجية بتأثر على الكوليسترول، ولكن في كتير شيء مهم إنه طريقة تصرفنا مع العالم الخارجي بتأثر على الكوليسترول الجيد أو السيء داخل الجسم. وهكذا هو الكوليسترول الاجتماعي. يعني في أمثلة كتيرة عن أهمية التعامل مع الأشخاص الصالحين، في أهمية التعامل أو العيش بمجتمع صالح، لأنه هذا العيش صراحة ينتج الكوليسترول الاجتماعي الجيد. ولكن في حالات معينة بعيش الإنسان مع أشخاص غير صالحين بمجتمع غير صالح وينتج عنه الكوليسترول السيء، وهذا هو الصراع الحقيقي لما يسمى الكوليسترول الاجتماعي. إذن علينا أن نختار الأشخاص الصالحين ونعيش أيضا في المجتمعات الصالحة. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.